السلام عليكم. طبعا هسه انا حصل لكم هذا الرقم مال 122 اللي هو خصصته الدولة الحالات الطارئة، الخط الأحمر مال حالات الكورونا، فسح نتصل عليهم بس حتى نجربهم ونشوف شو يقولون هم. يقولون انه اكو حالة ونحب نعرف يعني شو نسوي احنا. ألو، السلام عليكم، شلونك؟ يعني لا أنا أبي حبيبي. الله يسلمك. عفوا، الخط مال وزارة الصحة؟ نعم، الخط مال وزارة الصحة. تفضل أخوي. عفوا، عندنا حالة مال كورونا، شو نسوي احنا؟ حبيبي حط السيارة وخذها المستشفى. يعني ما تقدرون تجون تستلمون من عندنا او شيء؟ لا حبيبي، ما عندنا تعليمات من نستلمها، ما عندنا يعني هاي الأدوات مال نقل هاي الحالات، ما عندنا. انت الاقرب مستشفى ودي يا حبيبي. وزين، خافين انا عادي او شيء يعني، بس حتى ايش تسوي؟ ايش تسوي يا حبيبي؟ والله ما عندنا، احنا لو عندنا كادر كان دزينا. ربي يخليك، اشكرك يعني. الله يسلمك.